حنا كنتواجدوا في انتخاب ديال الاعضاء ديال مجلس العماله، تم منع الصحفيين وتم منع العموم، وهذا منع غير قانوني على اعتبار انه ما خصناش ندخلوا لمكتب التصويت، ولكن الولايه كلها ماشي هي مكتب التصويت، يعني كان خصنا نكونوا باش كيكونوا هذوك لي زيلو اللي كيجيو يصوتوا، باش كتاخذ معاهم دي بورتري، ومن اللي كيخرج كتاخذ عنده ارتسامات. حنا لم نطلب اننا ندخلوا لمكتب التصويت لنعلم ان التصويت راه هو فيه سري، وتم استخدام هذه العمليه هذه باش يمنعوا الصحفيين. ما معروفش علاش يعني من اصدر هذا القرار. نتمنى انه السيد الوالي او احد ممثلي انه يشرح العمليه، انك تخلي صحفي في الباب ديال الولايه وتقول لهم مكتب التصويت، لانه فاش كانت المؤسسات التعليميه ولا هذا كانوا كياخذوا هذوك، غير ما عندهمش الحق باش يدخلوا لوسط المكتب ديال التصويت ويشوفوا المعزل ويشوفوا هذا. اما باش ناخذ مع هذوك المصوتين او الناخبين الكبار على برا، من حقي ما فهمناش علاش تم منع جميع الصحفيين والعموم على مستوى ولايه الدار البيضاء الكبرى.